الإجراءات الجديدة لإنعاش تشغيل السيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الشراكي. تفضل السيد النائب. ناسي. تفضل السيد النائب تفضل. أرد الكرون. توقيت. يلا توكل على الله. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير. السيد الوزير، أنتم في السنة الرابعة من التدبير الحكومي، ماذا أعددتم من إجراءات فيما يخص إنعاش التشغيل؟ وشكرا. السيد الوزير كلمة لكم. طبعا كان من الأحسن أن تكون السيدة مترابطة حتى لا يوقع تعثر في الجواب. ماذا أعدنا؟ أعدنا الكثير. أولا غير فيما يخص قانون المالية 2015 اللي صدقت عليه، هناك إجراءين من أهمية بمكان. الإجراء الأول خص السادة المستثمرين والمستمعين يعرفوه، هو أن الدولة كتاخذ على عاتقها نصيب المقاول فيما يخص التغطية الاجتماعية بالنسبة إلى 5 ديال الأجراء لكل مقاولة كتنشا ما بين 2015 و2019. هذا أساسي. ثم الإجراء الثاني اللي صدقنا عليه في الأسبوع الماضي هنا في صدقتوا عليه، اللي كيهم إصلاح نظام ديال الإدماج فيما يخص يعني تحمل التغطية الصحية ديال الدولة. هذا الإجراءين بزوج غير لوحدهما كيكلفوا الميزانية 700 مليون ديال الدرهم. بالطبع حنا كنواصلوا، وقلتها في السابق، كنواصلوا أولا تحسين كل ما يتعلق ما يسمى بالسياسات النشيطة للتشغيل، البرامج المواكبة. كذلك صدقنا هذه السنة على القانون الجديد ديال المقاول الذاتي. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد نائب. تفضل السيد نائب. صوت. اطلق الصوت عفاك ضريجي. تفضل. السيد الوزير، استمعنا بامعان للجواب، ولكن الاشكاليه اللي مطروحه هناك يعني واحد المجموعه ديال الاحصائيات اللي هي من مطارق المؤسسات ديال الدوله اللي كتعطي نفس المعطى اللي في الحقيقه يعني كاين واحد الدرجه ديال الانحطاط. اولا تراجع ديال المشكل ديال البطاله يعني في تزايد، ثم ان هناك يعني توصيه من طرف الصندوق النقد الدولي اللي في الحقيقه كتطلب من الحكومه بالتعجيل باصلاح سوق العمل من اجل خفض معدلات البطاله التي ما فاتئه تتزايد. السيد الوزير، القوانين الماليه مبنيه على برامج التشغيل بدون نتائج، كاينش نتائج. السيد الوزير، الحكومه لا تشتغل، هناك ارقام يمكن الاستناد بها. هناك 500,000 منصب شغل اللي هي في الحقيقه الحكومه علمت على انها غادي تكون يعني موجوده في الارشيف ديالها. حنا السيد الوزير كنطرحوا سؤال، هاد 500,000 منصب شغل خاصه يعني يكون كل اسبوع. شكرا يتم احداث. هل هناك من تعقيب اضافي؟ تفضلي السيدة النائبة تفضلي. السيد الوزير، كنتمنوا هاد الاجراءات لكن كاينه مشاكل. نعطيك مثال، اقليم فحص نجرة شبابها تعرض لعطالة قصرية تفرضت عليه بفضل وجود الاوراش الكبرى اللي كيعرفها الاقليم. بطبيعه الحال الشباب اليوم كيطالب باجراءات حقيقيه عمليه يشعرون بها بتحسن ملموس في حياتهم بفضل هذه الاوراش، تاكيدا لروح الخطاب الملكي السامي ديال خطاب العرش 2014 اللي كياكد انه لا يهم الارقام ولا تهم الحصيله بقدر ما كيهم الاثر الفعلي على الساكنه. وشكرا. تعقيب السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. تفضل، باقي عندكم شي وقت. تفضل. السياق السيد الوزير، وبالخصوص حول الاجراءات الجديده لانعاش التشغيل وبالخصوص التشغيل المحفوف بالمخاطر، وهنا كنعطي اجراءات نموذجا. كتعرفوا السيد الوزير بلي ان بعد اغلاق المناجم ارتفعت البطاله، ارتفع الفقر، وبالتالي كاجراءات مصاحبه لهذا الاغلاق لايجاد بدائل اقتصاديه اخرى تعطات تراخيص في مجال التنقيب والاستخراج وتسويق الفحم الحجري. الا ان هذه الاباطره اللي تعطى لهم الترخيص مشاو شدوا الترخيص وضربوها بسكته، وبقات واحد المجموعه الشباب كتستغل في حقول بطرق عشوائيه
وبدائيه، وكتعرفوا بلي ان هاد الناس اللي كيشتغلوا بهاد الطرق الا دخلوا في باطن الارض كيتصابوا من المرض المهني اللي هو السيليكوز، وكيتصابوا بحوادث الشغل اللي هي مميته وحوادث مستدامه. ومؤخرا وفي يوم السبت استفاقت جرادة على حادث مفجع، توفي احد العمال وهو اب لطفلين في غارات الموت، وهو الضحيه رقم 43. سيد الوزير، ما هي الاجراءات كوزاره التشغيل ومفتشيه التشغيل باش تامنوا هالشباب باش يخرج من هذه المخاطر كاجراء نتاع التكفل بالتغطيه الاجتماعيه؟ سيد النائب، هل هناك من تعقيب اضافي اخر؟ كلمة السيد الوزير، تفضل. انا قلت ما غاديش نعقب على كل، ولكن لابد ما ورد على لسان النائب البرلماني من الفريق الاشتراكي في خصوص وفاة احد العاملين في منجم جرادة، خصو طبعا نوقفوا عليه. يا وفاة نتأسف بالطبع، نتأسف لها وتبعناها، ولا شك ان الوزير المعني بالموضوع هو وزير الطاقة والمعادن ماشي وزارة التشغيل، باش ليكون في علمكم، انها ستقوم بالتحريات الواجبه في خصوص هذا الشان، كما وقع ايضا البارحه وفاه 4 اشخاص بالمحمديه ايضا في المسجد. لذلك هذا جانب اساسي، هو نحن نعمل من اجل الشغل اللائق. الشغل اللائق اللي كيحمي اول الكرامه، واللي كيحمي الناس من حوادث الشغل الميته. فبالطبع اشكاليات كثيره، هذه قلتها مسائل هيكليه لا يمكن لحكومه باش الانسان نعالجها بين عشية وضحاها. لا يكفي القانون لوحده، لا يكفي اشياء من هذا القبيل. مشكل ديال كيهمنا جميع كشعب مغربي باش نحميو بلادنا ونحميو العمال ديالنا من كل الافات. وشكرا.